بداية راح أحاول بس أعرض بعض نماذج لإنسيدنس يعني إحصائيات كسرطان في بعض دول أخرى بالذات يعني من المرصد الأوروبي. حاولت أخذ دولة صغيرة في عدد سكانها صغير ولكن إمكانياتها كبيرة جدا النرويج، بحيث إن نشوف إحنا وين موجودين في يعني حجم السرطان في قطاع غزة وانتشاره، وبالذات وين السرطانات الأكثر انتشارا، بحيث إنه الأشعة أو التشخيص بوسائل الإشعاع وين دوره في التشخيص نفسه وين دوره في الديبيستاج اللي هو التشخيص المبكر أو السكرينينج. فعشان هيك بس راح أخذ بعض مجموعة أورام اللي ذاكرينها في النرويج بشكل سريع جدا خلال دقائق، وهذه يعني مجرد ترتيب أبجدي ليس أكثر ذلك. أول حاجة البايل داكت اللي هو جلو بلذر للمرارة والعصارة الصفراوية، مرارة التيومر الأساسي اللي بيصيبها كولونجو كارسينوما، طبعا هي مركزة ممكن تكون في داخل الكبد، ممكن تكون في قنوات العصارة الصفراوية، ممكن تكون خارج يعني داخل الكبد وخارجه. الجول بلاذر كانسر هو كانسر يعني فيري اجريسيف، وبعادة تم يكتشف فرحة الميتاساز هذا في الدول المتقدمة. طبعا هنا تقريبا نفس الشكل في النرويج في 2013 كان في عدد الحالات تسجلت 193 حالة، الايج تقريبا كان من 50 الى 70 سنة. البريست كانسر وهو يعني يحتل حيز مهم في الكانسر وفي الديبيستاج وفي الدياجنوستيك سواء عندنا او في غيرها في بلدان اخرى. حالات البريست اللي تم دراستها عندهم كانت تقريبا من الاجريسيف فورم مع ميتاستاز للليس اجريسيف مع عدم وجود ميتاستاز، فاحتلت حيز مهم اللي كان جزء من اساسا كارسيوماتوز، وبعدين في يعني اشياء اخرى او خلايا اخرى ممكن تكون في مذكوره في الهيستوباثولوجي. بالنسبه للانسيدنس كان في كل تقريبا 10 ل 11 ست ممكن تتعرض لسرطان او نجاه سرطان خلال فتره الحياه تبعتها. فمثلا في 1970 كان 1235 حاله في النرويج، في 2013 3220 حاله، يعني بريست كانسر في ازدياد، الايج تقريبا من 50 الى 79 سنه. في بعض حالات كانسر تم اكتشافها في سن مبكر حتى عندنا في قطاع غزة، لقينا بعض حالات كانسر في سن مبكر قبل تحت سن 30. بالنسبة للكانسر النيرف سيستم الأشياء المصابة كلها ممكن السيربروم يعني الدماغ، البرين ستيم، السيريبيلوم، المخيخ، الكرانيال نيرف، المينانجيز، البيتوتري جلاند كلهم ممكن يصابوا، الانترا سباينال تيومرز، سباينال كورد نفسه، السباينال نيرف والشيت تبعته ممكن تصاب. الكانسر في الأوزوفيغاس والمريء في خلال 20 سنة الأخيرة صار في تغييرات كثيرة في نوعية الكانسر، كانت أغلبيتها برايمري سكوماس سيل كارسينوما، بدأت الآن تتجه في اتجاه الأدينو كارسينوما بحدود 50% في الدول المتقدمة. الإيج تقريبا كان في حدود 70 سنة لأغلبية الحالات، سجلت 255 حالة في النرويج مثلا للأوزوفيغال كانسر. الكولوريكتال كانسر تقريبا يعني بدا يحتل برضه جزء مهم في الدياجنوستيك في دول اوروبا الغربيه، وبالذات مثلا في دوله زي النرويج بسبب ظروف المعيشيه التغذيه البيئه اللي بيعيشوها. الانسيدنس كانت تقريبا 4176 حاله في 2014، رقم مثال موزع ما بين الاغلبيه في الكولون ومقارنه مع يعني 2/3 و1/3 تقريبا في ريكتام والسيجمود. الايج كان في حدود 70 سنه. الجاينيكولوجيكال ديزيز تشمل كل الاعضاء التناسليه الفيميل من ضمن يعني الخارجيه او الداخليه او الاوفرز. الكانسر هيد اند نيك ريجن هذه المنطقه ضاريه بالتيشو فيها مختلف كثيرا عن بعضه، فالاغلبيه كانت يعني بيكون سكواماس سيل كارسينوما بشكل 70% من الحالات، كل يعني الاوروفارينكس والنازوفارينكس يعني منطقه الانف والاذن والحنجره الغدد اللمفاوية كلها ممكن تكون هدف للكانسر. تقريبا هنا سنويا في 2% من توتال نمبر اوف نيو كيسز في النرويج تسجلت للهيد اند نيك كانسر، فطبعا هذه ممكن تكون في بعض الدول الأوروبية اكثر وفي اسيا اكثر. الكيدني كانسر اللي هو رينال سيل تقريبا يعني بتحتل مكان لا باس به في التيومر، الا انه اليوروثيليال بشكل عام يعني كل الجهاز البولي يعني بالذات اليورين بلاذر والمثانه والحالب والحليل ممكن برضه كمان تاخذ دور مهم في الدياجنوستيك زي الكليه.
الليفر كانسر يعني الجزء الاساسي من التيومر اللي بيصيب الليفر هي ميتاستازس، يعني هذه شغله ربما تكون اقل حده من يعني البرايمري كانسر، تشكل تقريبا ثلث تقريبا ثلث الحالات اللي بتشخص في داخل الليفر. البرايمري كانسر في الليفر في تو تايبس اللي هو هيباتوسيلار كارسينوما بشكل 90% والكولونجو كارسينوما بشكل تقريبا 10%. اللوكيميا بانواعها سواء الاكيوت لوكيميا والتو تايبس تبعتها اكيوت ميلود لوكيميا واكيوت لنفويد لوكيميا والكرونيك لوكيميا اللي بتيجي 4 لـ 6 سنوات بعد الاكيوت لوكيميا تقريبا. الانسيدنس تبعتها كانت متوسطه مش كثيرا بالنسبه لدول متقدمه. اللانج كانسر في انواع مختلفه يعني سواء يعني سيتولوجي تبع المختلفه، في النون سمول سيل كارسينوما تشكل الاغلبيه، وسمول سيل كارسينوما يمكن الدكتور احمد بيعرف الكلام احسن منها شويه بتاكيد اللي هو يعني اجريسيف تايب اوف تيومر. الانسيدنس تبعتها يعني فاريابل من منطقه لاخرى، يعني تقريبا 1555 حاله سجلت في على اسف 2886 حاله سجلت في 2013 في النرويج. اللنفوما نفس الشكل تو تايبز الهوتشكين لنفوما والنون هوتشكين لنفوما، فيها زياده تقريبا 4% في حجم الكانسر السنويه. الماليجنانت ميلانوما بانواعها المختلفه انحاء الجسم ممكن تكون مصابه فيها. الانسيدنس 1719 حاله في 2013 في النرويج، الايج كان ايج مبكر في الميلانوما من 15 ل 54 سنه عندهم طبعا. بالنسبه للمالتيبل ميلوما يعني في الايج كان اغلبيتهم في حدود ال 60 ل 65 سنه وتقريبا كان سجلت 380 حاله لديهم. البنكرياتيك كانسر تيومر الادينوكارسينوما يعني هو الاكزوكرين تيومر، في يعني المناطق اللي اكسكريتنج اللي بتفرز عصاره البنكرياس، في الاندوكرين اللي هو الانسينوما والجاستينوما كان العدد اقل شوي. تقريبا 732 حاله مقارنه مع حجم الكانسر بالنسبه لهم يمكن يكون عدد قليل، وزي ما هو مثلا منتشر في كثير من دول العالم عدد حالات البنكرياس التيومر قليل. بالنسبه للبروستات كانسر العكس هنا اسف ويحتل حيز مهم في الدياجنوستيك في الدول المتقدمه وحتى عندنا كمان نفس الشكل. في خلال 20 سنه الاخيره اعتمدوا على الدياجنوستيك اوف بي اس اي كاستيست يعني اورينتاتور في الدياجنوستيك، وفي نفس الفتره كوسيله ديبيستاج او وسيله كشف مبكر. الانسيدنس زي ما ملاحظين هنا 4836 حاله سجلت في 2013 في النرويج. استومك كانسر 95% من الكانسر هي ادينوكارسينوما، ففي اذر تيومرز موجوده عندنا كلها تقريبا يعني لنفوما الجيست اذرز تيومر موجوده. 457 حاله سجلت في 2013 في النرويج. الثيرويد كانسر اغلبيته يعني بينتج من الفوليكولار سيلز، وطبعا يعني وسيله الدياجنوستيك اللي هو الالترا ساوند بشكل اساسي غير البالبيشن غير السيمتومز الاساسيه اللي ممكن تظهر على البيشنت وتؤدي للدياجنوستيك المبكر. الانسيدنس كانت تقريبا 349 حاله. التستيكولار تروما كل انواع النانسيمينوما والسيمينوما تقريبا هي متوفره عندهم وفي نفس الشكل يعني تقريبا 337 حاله. البلادر كانسر نسبه الحالات فيها كانت عاليه جدا 1544 حاله سجلت في خلال 2013. راح ندخل في الموضوع الاساسي اللي حنتحدث عنه رول اوف ايماجينج ان كانسر انفستيجيشن. هنا تو رول للايماجينج بالنسبه لنا كمجال الاشعه، اول في مجال سكريننج اللي هو مجال الكشف المبكر، وثانيا في مجال الدياجنوستيك وستيجنج اوف ذا تيومر. بالنسبه للسكريننج راح اتحدث عن سكريننج، ايش هو سكريننج بشكل سريع جدا. بالمناسبه يعني سكريننج الوحيد اللي يمكن تمت في قطاع غزه كان شكلت لجنه في وزاره الصحه في من حوالي 7 سنوات البريست كانسر، فكانت على اساس انه الرعايه الاوليه كانت هي تقريبا حاضنه للبريست كانسر، وبالاضافه للمستشفيات مشكله او ممثله بالجراحه بالاشعه بالهيستوباثولوجي مع التعاون الدولي كلهم، كان فند من دوله ايطاليا بحيث انه يعملوا سكريننج لعدد كبير من السيدات بالماموغرافي. حقيقة الفكرة كانت في بدايتها مشجعة وعملية جدا إلى أنه مع الوقت محلت وماتت نتيجة أنه فيش تمويل. في تمويل هنا وهناك، بعض مرات تلاقي مثلا الوكالة المتحدة لمنظمة الصحة العالمية بتدفع حملات مدفوعة
لعمل سكرينج، وطبعا كلها خجوله وكلها بدون ما يكون لنا بروجراميشن، بكون ما يكون في تنظيم لعملها، وربما حتى يكون في تضارب في الـ في الـ في, الـ في الرؤى تبعتها. بالنسبه للسكرينينج له طبعا كي بوينت، اي كانسر عشان نعمله سكرينج هدف اساسي انه نكتشف الورم قبل ما يكون السيمتومز بدات تظهر. في طبعا ديفرنت تايب اوف سكرينينج راح نحاول نذكرهم سريعا. سكرينينج يعني ممكن يكون له ريسك، من ضمن الريسك انه ممكن يؤدي بعض المرات لسيريس بروبلم راح نشوف خلال التكست، ممكن يعمل فورس بوزيتيف فورس نيجاتيف، ممكن يؤدي لتدهور حتى حاله المريض النفسيه. بالنسبه للكانسر يعني بيفور سكرين بيفور ما يظهر قبل ما تظهر السيمتومز، فهذه شغله مهمه جدا، ممكن تؤدي الى اكتشاف مبكر للسرطان، وفي المقابل انه تؤدي الى الثيرابي وتؤدي للعلاج بشكل مناسب جدا. بالنسبه للديفرنت تايب اوف سكرينينج، ممكن سكرين يعتمد ليس على الايماجينج، يعتمد على الفيزيكال اكزامينشن هيستوري، ممكن يعتمد على اللاب، يعتمد على الايماجينج بروسيدرز، ممكن يعتمد على الجينيتيك زي ما تفضلوا الاخوه، ومشكورين في ذكر هذه الاشياء الكثيره. سكرينينج تيست كلها ممكن يكون لها ريسك بطريقه او اخرى، ريسك ممكن يكون جينر وممكن يكون انديفيديوال. من ضمن سام ريسك ممكن تظهر مثلا لو عملنا سكرينينج، وهذا ما مطروح في دول اوروبا الغربيه وفي دول العالم المتقدم، مش مطروح عندنا في قطاع غزه لانه ما فيش اي سكرينينج يعمل للكولون كانسر والريكتو سيجمود كانسر، فلما تيجي تعمل كونوسكوبي او سيجمودوسكوبي ممكن يكون في سام ريسك انه يكون يصير في بيرفوريشن، وهذا ممكن تؤدي تطلع من سكرينينج، لانه مثلا ممكن البيشنت يكون فراجايل نوت ويل بريبيرد شغله زي هيك، طلع المريض مجرد سمبل سكرينينج لديزيز كبيره وممكن تعمل له مشاكل. من ضمن يعني السايد افكت تبع السكرينينج ممكن يكون فولس بوزيتيف ريزلتس، وهذا بتحط المريض في ستريس وفي الاخر تقول له انت الحمد لله على سلامتك فيش فيك شيء. فبعد ما يكون دخل في دوامة طويلة وعريضة، ولو انها الا قدر ما هي ضارة لبعض افراد الا انها اهميتها بالنسبة للمجتمع بشكل عام. الفورس نيجاتيف هي الاخطر. الفورس نيجاتيف من المريض يضل مطمئن وحتى نقوله كل التست بتقول له كويس كويس فيش فيك شيء، وبعد هيك الاخر تقول له احنا متاسفين عندك كانسر. فبرضه هذه من ضمن الانكونفينيون اللي ممكن تؤديها سكرينينج. من ضمن المشاكل برضه اللي ممكن تحدث، ما اعرفش اذا كان في بلادنا ممكن تحدث، ولكن في دول اوروبيه ممكن تحدث، نوصل المريض خلال السكرينينج للسويسيد، انه بالفعل يدخل في حل الدوامه النفسيه، وبتعرف هناك مشاكلهم كثيره جدا. بالنسبه للتايب اوف سكرينينج تعتمد على نوع سكرينينج حسب المرض نفسه، حسب الورم المطروح به سكرينينج. في بعض النماذج سكرينج عملت في العالم، ويعني بيفترض مدارس احنا نستفيد منها قطاع غزه ونحاول نطبق جزء منها لانه كان بي ابليكيتد ان غزه ستريت. من ضمنها بدرجه اساسيه البريست كانسر، بما انه منتشر اساسا في غزه ومنتشر عالميا، فصار في وسائل الدياجنوستيك المبكر له باي ماموغرافي. الماموغرافي له دور مهم اللي هو اشعه الثدي، لها دور مهم في الدياجنوستيك والسكرينينج. طبعا يعني هو بتنعمل اشعه الثدي بتنعمل اربع فيوز، اربع صور لكل صورتين لكل ثدي، فممكن طبعا يعني في شويه ايراديشن ممكن يختصرها لاثنين. في دول كثيره عملت سكرين كامله، في دول كثيره تقدمت في المجال السكرينينج بالذات اليابان دول اوروبا الغربيه، جزء منهم لقوا انه سكرين ممكن يكون سبب لكانسر، بدوا يتراجعوا وبدوا يحملوا دراسات اخرى على السكرين. بالنسبه للسكرين برضو كمان غير الماموغرافي الالتراساوند، الالتراساوند ممكن يكون مهم جدا، يعني عفوا قبل الالتراساوند في الكلينيكال اكزامينيشن، سواء الدكتورز يعني خلال الرعايه الاولين، وكل الستات في ايج محدد ما بين 40 ل 60 سنه يمروا على كل على طبيبه او شغله زي هيك يعملوا لهم فحص مبكر. برضه الاوتو سيلف اديوكيشن للفيميل، انه الستات نفسهم تعمل سكرينج لنفسها بطريقه يعني اوتو سيلف اكزامينيشن بطريقه مناسبه، اي لامب او اي شيء غريب موجود في داخل الثدي ممكن تؤدي انها حينها توجه للطبيب وفي المقابل يكتشف مرض مبكر. بالنسبه للام ار اي دوره في سكرينج دور محدود لانه تكلفته عاليه والديسبونبيليتي تبعته متوسط. بالنسبه مثلا لسيرفكس كانسر في العالم في لها سكرينينج، كل هذه ما لهاش علاقه بالاشعه لانه موجوده وذكروا الزملاء مشكورين. بالنسبه للكولوريكتال كانسر برضه الثاني يمكن يكون درجه اساسيه للكولونسكوبي، هو الهدف الاساسي يعني المنظار للقولون، وزي ما حكينا ممكن يكون سام ريسك الا انه ريسك تبعه بسيط مقارنه مع البينيفيت تبعه. الفوكال اوكلت بلاد تيست برضه مهمه جدا، هذه ممكن تنعمل في قطاع غزه بسهوله، يعني اعتقد انه اذا كان في توصيات ممكن تظهر في هذا الاساس.
بالنسبه لبرضو كمان الايماجينج، احنا لنا برضو دور مهم في الايماجينج، ولو انه هذه دور الايماجينج عاده في ايراديشن، عشان هيك بنحاول ان يكون ليميتد، نصل للبيولوجي مثلا، البيولوجي يكون اكثر في سكريننج من الايماجينج. دبل كونتراست باريوم انما فحص مزعج شويه، الا انه في الاخر ممكن ندي له ريزلت محدد، وبالذات لايج جروب محدده مثلا فوق ال 50 سنه، للي عنده يكون مثلا فاريشن اوف هابيتس، انه تغييرات في الاخراج تبعته بطريقه زي هذا، ممكن نعمل مسحه لجزء من البشر سواء ميل او فيميل. ستول دي ان اي هذا طبعا اعتقد انه صعب عنه قطاع غزه نحققها. بالنسبه للبروستات كانسر البي اس اي اعتقد انه سهل انه تطبيقه في قطاع غزه كسكريننج لجزء كبير من البوبيليشن بالذات فوق سن الستين. بالنسبه لللانج سمبل تشيست اكس راي ممكن تكون هدف اساسي للسكريننج، برضو كمان لو دوز سي تي هذه مطروحه، يعني مثلا في 5 ثواني بعمل سي تي بكميه ايراديشن محدوده جدا، ممكن نعمل سكريننج للناس بالذات الهيفي سموكر ولايش فوق ال 50 سنه. للثيرويد مهم جدا برضو، لان بدات تنتشر في غزه بشكل كبير جدا، في عندنا لجنه الاورام في مستشفى الشفاء مالتي ديسبلينري تيم بنتبع في حالات الاورام اسبوعيا، اجتماع بكون فينا اجتماع اسبوعي مكون من الراديولوجيست من الباثولوجيست من السيرجن من كل التخصصات ومن هيستوباثولوجي، فبنجتمع تقريبا بيصير في متابعه الحالات. لاحظنا انه في تقريبا مجموعه كانسر بدات تنتشر، ملاحظه ليس ارقام حقيقيه او ارقام احصائيه سوليد قويه، مثلا كانسر كولون البريست والثيرويد تقريبا في تصاعد بشكل كبير جدا مقارنه مع عدد الحالات اللي احنا بنشوفها في خلال حياتنا العمليه والمهنيه. فالثيرويد ممكن سيمبل التراساوند تعطيني ريزلت مناسبه في الدياجنوستيك، بالذات لبوبيليشن انه مريض يحس مثلا صار فيه شويه تغييرات سمبتومز في البالبيشن بنفسه، ممكن يتوجه لاي دكتور. الالتراساوند في الاخر الايراديشن ما فيش فيه ايراديشن نهائي سيمبل، الكوست تبعه كمان قليل جدا، فممكن ادي ريزلت كويس. السي تي ممكن يشارك في دور في سكريننج ولو انه يعني بيعمل ايراديشن وغالي. سانتيغرافي والبيت سي تي غير متوفر عندنا في قطاع غزه. هو البادي سكريننج ممكن تذكر، ولكن في المقابل يعني هذه باي سي تي فيري اكسبنسيف وفيري ايراديتد، بتعمل ايراديشن بشكل كبير جدا للبوبيليشن، فلا ننصح بها. وكثير في العالم بدا يتخلى عن الفكره هذه، بدوا يدخلوا الام ار اي يدخلوا في نظام سكرينينج. في مثلا في بريطانيا احد الجامعات بدات تدخل الام ار اي كنظام سكرينينج بنموذج محدد، يعني كلها مختبرات، يعني لسه حتى لو ما طبقتش على البشر بشكل كبير، الا انه بدات تعطي نتائج نوعا ما انه كابلنج، يعني نعمل تزاوج ما بين شغله بنسميها البيت اللي هي السنتيغرافي النموذج من الايزوتوب مع الام ار اي، بدل ما تي بيت سي تي، البيت سي تي فيها ايراديشن، لا بيت ام ار اي ايراديشن اقل، ونموذج بدا يطرح في نظام سكرينينج. بالنسبه للرول الاخير للاكس راي اللي هو الدياجنوستيك ريال دياجنوستيك اند ستيجنج، فهنا بيختلف الاكس راي من تيومر لاخر حسب نوع التيومر بيتحدد طبيعه الاكس راي المستخدمه. ارجع مره ثانيه ابدا بالبريست بما انه اكثر الكانسر انتشارا في الفيميل. البريست بالماموغرافي، الماموغرافي له دور مهم، الماموغرافي كميه الراديشن بالمناسبه قليله جدا مقارنه مع اي اكس راي اخرى، فالماموغرافي ممكن يكون له دور مهم جدا في الدياجنوستيك في المايكرو كلاسيفيكيشن اللي هي باثوجنوميك للكانسر، حتى التايب اوف ليجن شكل الليجن باي ماموغرافي از انفورماتيف، يعني بيعطينا نتائج مهمه. الالتراساوند دوره في الدياجنوستيك دور محتفظ به نوعا ما لحالات لما يكون في دنس بريست، سمول دنس بريست، فثدي صغير وكثيف، هنا بالماموغرافي ممكن نشوف ريزلت مناسبه، فبعمل التراساوند. وجود الالتراساوند مع مع الماموغرافي ممكن تدي ريزلت ممتازه جدا ممتازه جدا. الام ار اي دوره هنا يعني مقتصر فقط للحالات الاتيبيكال كيسز اللي ممكن تساعدنا، وعندنا ديناميك ستدي ومع كونتراست، يعني ديناميك كونتراست ستدي ممكن نصل لتشخيص بعض حالات لا نستطيع بالماموغرافي بالالتراساوند نشخصها. اي مريض بيتشخص في عنده بريست كانسر بنعمل له تشيست ابدومين اند بلفيس مالتيكتور سي تي سي تي لستيجنج عشان نشوف اذا كان في انتشار ورمي في اي مكان اخر. هذه بعض صور. فصور مثلا صوره ماموغرافي في عندي سبيكليتد ايمج الى سبيكليشن بطريقه زائد نورمال بريست هنا ماجنيفايد، في عندي مثلا مايكرو كالسيفيكيشن في هذه باثوجنوميك، والبيكتشر هنا كلها فيها سبيكليشن باثوجنوميك
اوف بريست كانسر. يعني البيوبسي هنا يعني البوردر اوتلاين اكثر في ماكرو كالسيفيكيشن، هنا كارسينوماتوس ماكرو كالسيفيكيشن. حاول اسرع شويه عشان نخلص في الوقت. هذا بالنسبه لي الالتراساوند، مثلا هنا سيمبل سيست، داكتكتيزيا، فايبرادينوما، بابيلوما، هنا ويل اوتلاين يعني بناين كاركتر اوف ذا ليجن بالالتراساوند او بالماموغرافي ممكن نصل ل. في المقابل مثلا هنا في الالتراساوند لمالجنسي يصير في ديستورشن، في فاريشن في البيكتشر تماما بالنسبه لك، ما يعادل يعني الماموغرافي والالتراساوند زي ما حكينا ممكن تكون وسيله تشخيص ممتازه جدا. بالنسبه للثيرويد الالتراساوند هو الميثود اوف تشويس اوف دياجنوستيك، اول وسيله تشخيص، وسيله ممتازه جدا نموذجيه. المالتيكتروسيتي اوف نيك اند تشيست، والتشيست ضروري عشان نتاكد اذا كانت في انتشار او للورم في داخل الثوراكس، بالذات لما يكون نسميها ديسيندينج جوتر او ديسيندينج تيومر في داخل التجويف الصدر. من الايزوتوب للاسف مش متوفر في قطاع غزه، الجهاز الوحيد الموجود في وزاره الصحه لم يتم تشغيله نتيجه الراديو اكتيف ماتيريال، عدم ديسبونيتيف راديو اكتيف ماتيريال بسبب الاحتلال. البلاد تيست للتي اس اتش معتقد انه دوره مهم جدا في الدياجنوستيك، والدياجنوستيك اساسا بيتم عبر الاف ان اي اللي هو اخذ عينه عبر الالتراساوند. هذه صوره الثيرويد التراساوند نورمال، سي تي للثيرويد هنا نورمال، ايزوتوب نورمال. الكولون ريكتوم ريكتال ريكتام اند سمول باول، الباريوم انيما لللارج باول للجهاز الهضمي للقولون، هي وسيله دياجنوستيك مناسبه لانها بدات شوي شوي تخف نتيجه ظهور السي تي او دخول السي تي المالتيكتور سي تي، سي تي المتعدد اللاقط اللي بيعطينا نتائج اكثر في القراءه. الباريوم فلو ثرو بدات تنقرض، المالتيكتور سي تي ابدومين اند بلفيس هي الثاني دورها مهم جدا في الدياجنوستيك وتشخيص الحالات. السي تي انتروغرافي والسي تي كولونسكوبي هذه دورها مهم جدا في التشخيص وبدات تورينا بعض ريزلت ممتاز جدا. الالتراساوند الفولو اب اذا ما شايفين مثلا هنا المالتيكتور سي تي جايين شايفين في ستريكشر، هنا شايفين في ثيكنينج في الوول والنارنج في اللومين، ميتاستازيس في الليفر باي سي تي باي التراساوند، تيومر في السمول باول من نفس الشكل جست تيومر، لارج ليجن في الـ في في الـ في السيكم. بالنسبه لللانج البلورال ميدياستيوم ثراسيك وول، تشيس اكس راي بعض مرات ممكن تكفي في الدياجنوستيك مرحله اولى، الا انه وجود اي دياجنوستيك باي تشيس اكس راي صوره اشعه يجب ان ننطلق مباشره الى صوره السي تي مع اي في كونتراست. الام ار اي از بريزيرفد لحالات محدده في تشيست تيومر للي جاي للثراسيك وول قريبه للوول والذات القريبه للميدياستينو، كله بينعمل له سي تي بايوبسي جايد سي تي، والحالات الديفيكلت ممكن نعملها توراكسكوبي. هنا مثلا ماس عميقه في داخل الثوراكس بدا ثوراكسكوبي صعب نصلها قدام الاورطه وخلف منها التريكيا، هنا ماس ممكن نعملها ثوراك ونعملها بايوبسي بسهوله. نفس الشكل يعني الاكسري مثلا ممكن يكون انفورماتيف، هنا مثلا ثوراسيك وول ام ار اي من البيكتشر واضحه تماما. هنا مثلا البلورال ديزيز زي ما شايفينها نفس الشكل في اللنفوما في الثوراكس ووايدنج في الديستينو. تستكل الالتراساوند يعني از انفورماتيف في الدياجنوستيك، بيلزم لنا اي تشخيص باي التراساوند على طول نتجه نعمل برين تشيست دماغ تشيست ابدومين بلفيس مالتيكتور سيتي لوكينج فور ميتاستازيس. الام ار اي از بريزيرفد فور سام كيسز، هنا مثلا التراساوند لارج تيومر ناخذ انهانسمنت بالدوبلر ريتروبيريتونال لنف نود ميتاستاتيك لنف نود. الاستومك الباريوم ميل تقريبا بدات شوي شوي تخف الى انه بدا يحل مكانها الجاستروسكوبي، واخذ عينه في خلال الجاستروسكوبي نفسه. اي حالات بتشخص يجب ان نعمل مالتيكتور سي تي وذ اي في كونتراست اورال كونتراست، خلي المريض يشرب صبغه بتلون الامعاء وتلون الاستومك من الداخل. الالتراساوند دور هنا في الفولو اب، زي ما شايفين مثلا في ثيكند وول في الفندس اوف استومك مع ميتاستاز في الليفر، ثيكند وول اوف استومك باي سي تي باي التراساوند باي انيما باريوم باريوم ميل في فيلينج ديفكت هنا. البونز يعني الاكس راي لازال انفورماتيف، دقيقتين ان شاء الله خلاص. الاكس راي انفورماتيف تماما ولازال يحتفظ باهميته رغم انه صوره بسيطه صوره تكلفتها محدوده، الا انه لازالت قيمتها العلميه لازالت عاليه جدا.
اي حالات ممكن نلاقي لها بالاكس راي ليجن، نعمل لها مالتي تكتور سيتي دور عشان نشوف الكورتكس، نشوف الانفلتريشن في الميدلا في داخل البون، في داخل البون مارو، في السوفت تيشو المحيطه به، البيريوس رياكشن، كل الاشياء دي ممكن نشوفها بالسيتي بشكل ممتاز. دور الام ار اي للاكستنشن اوف سوفت تيشو نفسه لما يكون في النسيج العضوي مصاب، هنا الام ار اي دور احسن. الايزوتوب دور مهم، والبيت سيتي دور مهم الا انه غير متوفر في بلادنا. البيوبسي فور ديفينيت دياجنوستيك، مثلا في اوستيوليتيك ليجن في الثامب، في باثولوجيكال فراكشر في التيبيا في الفيومر اسف، في باثولوجيكال فراكشر مع اوستيوليتيك ليجن في الريب في الفيرتبرا، في مالتابل ميتاستاسيس بالام ار اي في تي 1 في تي 2 صور مش واضحه معلش. في من مثلا في عندي اوستيوليتيك ليجن في الهيميراس باي اكس راي باي ام ار اي تي 1 تي 2 مع ميتاستاسيس. اللمفوما برايمري ممكن البرايمري دياجنوستيك يكون باي الترا ساوند باي سي تي. اي ديسكفرينج اوف لمفوما لازم نعملها نيك تشيست ابدومن اند بلفيس سي تي فور ستيجنج عشان نشوف اي انتشار لمف نود ما في اي مكان في الجسم، دور البيت سي تي للفولو اب. هنا مثلا عندي لارج انجوينال لمف نود استومك لوكاليزيشن في السوفت تيشو نفسه في الميدياستينوم، ميتاستاسيس في الميزونتير في يعني هنا بيت سي تي، هنا اكتيف ابتيك في الروت نيرف في المسلز وين ما كان ممكن تكون موجود يعني فوق. سي ان اس المالتي تكتور سي تي اوف برين اند سباين ممكن تكتشف بالسي تي كمرحله اولى. فهناك الدور رنين از مانداتوري ام ار اي اوف برين اند سباين for location of tumor and specification of tumor before definite diagnostic before management. هنا طبعا بنعمل له مالتي تكتور سي تي ابدومين بلفيس كله فور ستيجنج. بعض صور صغيره يعني هنا ام ار اي وذ انهانسمنت اوف تيومر، هذه انترا اكسل في داخل السيربروم، هنا نفس الشكل في داخل السيربروم داخل السيربروم اسف، هنا السيريبيلوم باي سي تي باي ام ار اي، هنا مننجوما وعا كلها عامل ماس افكت. البيتوتري جلاند سيلا تيروسيكا اكس راي ممكن تكون يعني فيها شويه انفورميشن، ولكن الام ار اي له دور اساسي في الدياجنوستيك. مثلا زي ما احنا شايفين كورونال فيو ماكرو ادينوما انهنسد ماكرو ادينوما ساجيتال اكزيال وبالتي 1 تي 1 بالتي 2. اليورين سيستم الدور تبعه الالترا ساوند مهم في الدياجنوستيك بالذات في في اليورين بلادر. الاي في يو بدا ينقرض نوعا ما، بدا يحل محله السي تي بشكل كبير جدا. المالتي تكتور سي تي زي ما حكينا في الابدومنال بلفيس وذ اورال وذ اي في ارتيريال فينس وديليفيز. الايزوتوب دور مهم سنتيغرافي. بعض يعني الجينيكولوجيكال ديزيز الالتراساوند تروس وزينا الالتراساوند لازال محتله دور اساسي. اللابراسكوبي بدا يدخل على الدياجنوستيك بشكل كبير جدا. بالنسبه لليفر والبلياري سيستم الالتراساوند دوره مهم اسف لسه في الدياجنوستيك. المالتي تكتور سي تي مهم برضه في الدياجنوستيك بادينا نتائج جيده. الليفر ديفرنشيت بين مثلا هيباتوسيلار كارسينوما اللي هو البرايمري كارسينوما مع الهيمانجوما اللي بناين تعتبر. الام ار سي بي ام ار اي دورها مهم للبيلياري سيستم. بعض صور صغيره وبنختم. الليفر مثلا عندي لارج ليجن في الليفر، انذر ليجن هنا بالبيت سي تي ماخذ ابتيك اكتف ابتيك في ميتاستاسيس في الليفر، هنا برضه فوكال ماس وماخذ ارتيريال انهانسمنت. بعد بعض صور صغيره للام ار اي للبيت سي تي ولا جاما. شكرا لكم.